يا رب هذا الغسق الدجي والقمر خفي ماذا ترى؟ ماذا ترى في اسم ذا الصبي يا أهل بيت المصطفى النبي نبي خصصتموه بالولد الزكي إن اسمه شامخ العلي علي مشتق من العلي كما المنهج أصول الدين كمل الْمَنْهَجِ اصول الدين بيك وتمت النعمه لَمَّا صرت يا حيدر امير وتاجك العصمه بغديره اجتمعت الوادم وسماء العالم تكون بغديرة اجتمعت الوادم سماء العالم تنوار وقف سيد الرسل هاليوم ومن الناس يتحذر نصب خطبته وناده سر بخطبتي يظهر أمير أمير على البشر حيدر وهذه آية التصريح شاهد صفة على الأمة علي الأول علي الظاهير على الباطن علي يعلم بسر الكون صاحب مكرمات وجاه عين ولام ويا اليا بجمعهن كونا اسمه كمل منهج اصول الدين بيكو تمت النعمه لما انصرت يا حيدر أمير وتاجك العصمة من عالم الاصناب خصك يا داحي الباب ربنا الغديرة ربنا الغديرة مكون الأكوان أحمد صف المختار وانت وزيرة وانت وزيرة من عالم الإصلاب خصك يا الباب ربنا الغديرة ربنا الغديرة مكون الأكوان أحمد صف المختار وانت وزيرة وانت وزيرة, وإنت وزيرة بدك كتب على اللوح حدر سفينة نوح سيروا بمسيره سيروا بمسيره رب الخلق علاك حط جنة بيمناك يا أبو البصيرة يا أبو البصيرة نورك نورك مدعى العرش نورك سورك سورك مدعى البشر سورك نورك نورك من العرش نورك سورك سورك مدعى البشر سورك بشوقي وحناني ابعث تهاني بشوقي ابعث تهاني حيدر 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 والعالم تنور حيدر حيدر مبروك حيدر حيدر هادينا نادى اليوم حيدر امير القوم بامرد جلاله بامرد جاب الملك جبريل من العرش تنزيل واضح مقاله واضح بالوسيطه من الاسلام وتكملت الاحكام بالوسيطه من الاسلام وتكملت الاحكام وهدي الرساله وهدي الرساله وهدي الرساله وهدي, وهدي الر... <applause> نورك بالكون على الخلق والمسكون مد بظلاله مد سعد مطلوب الخفاجي عمي نورك ذهب الكون على الخلق والمسكون ما بظلاله ظلاله ما ظلاله تشهد تشهد كل الملك تشهد سدد سدد بك العدل سدد تشهد تشهد كل الملك تشهد سدد سدد بك العدد سدد ردد لساني ابعد تهاني ردد لساني ابعد تهاني حيدر 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 مبروك يا حيدر 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 والعالم تنور حيدر حيدر مبروك يا حيدر 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 والعالم تنور أبعث تهاني واحلل وينك عمي؟ أبعث واحلل أماني حيدر يا مهدم الأصنام بكن نحفظ الإسلام ثابت نظامه ثابت يا سوره الاعراف والنبى والاحقاف يا ابو الامامه يا, يا, يا مهدم الاصنام بكن حفظ الاسلام ثابت نظامه يا سوره الاعراف والنبى والاحقاف يا ابو الإمامة يا ظهرت بالطور والموسى صرت النور ناور ظلامة بك انت خي ايوب وكشفت عنك روب قاموا بسلامه ألوان الوانة بدك صف الوانة حمانة احمانة يا عزنا وحمانة ألوان الوانة بدك صف الوانة حمانا احمانة يا عزنا وحمانة بهاي المعاني ابعث تهاني بهاي المعاني ابعث حيدر 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 والعالم تنور حيدر حيدر مبروك يا ايه حيدر حيدر والعالم تنور ابعث تهاني واحلى الاماني ابعث تهاني واحلى الاماني حيدر حيدر مبروك يا حيدر حيدر باري وضع اسرار بدك يا حامل جار بها الهدايه بها الهدايه يا بحر يطفح زود للدين انت الطود وانت الحمايه وانت من عطرك الفواح هب الموالي وصاح من عطرك الفواح هب الموالي وصاح انت الولاية انت بالبهجة والإحساس نادى بجميع الناس بالبهجة والإحساس نادى بجميع الناس حيدرنا آية حيدرنا آية بالبهجة والإحساس نادى بجميع الناس حيدرنا آيه حيد صبحي صبحي على الام طق صبحي فرحه فرحه مبتهج بالفرحه صبحي صبحي على الام تك صبحي فرحه فرحه مبتهج بالفرحه أنا وزماني أبعد تهاني أنا وزماني أبعد حيدر حيدر مبروك يا حيدر 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 والعالم تنور حيدر حيدر مبروك يا ابعد تهاني واحلى الاماني ابعد تهاني واحلى الاماني حيدر حيدر من عالم التكوين حبك يا ابو الحسنين بينا تصور بينا تصور وياك عدنا عهود بالروح نندود نذود وين قدم اكثر قد يا علي حبي اناك لاخر نفس وياك يا علي حبي اناك لاخر نفس وياك قطعت المنحار قطعت المنحار يا علي حبي اناك لاخر نفس وياك يا علي حبي اناك لاخر نفس وياك القطعه المنحار قطعت نسحق بقلب الموت ونصيح كنا بصوت نسحق بقلب الموت ونصيح كنا بصوت والين حدار والين نسحق بقلب الموت ونصيح كنا بصوت نسحق بقلب الموت ونصيح كنا بصوت والينا حدر والينا باسمك باسمك ونردد باسمك حبك حبك وسط المهج حبك باسمك باسمك ونردد باسمك حبك حبك وسط المهج حبك أنشد بذاني أبعث تهاني أنشد بذاني وأبعث حيدر حيدر مبروك يا حيدر 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 والعالم تنور حيدر حيدر مبروك يا حيدر 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 ابعد تهاني واحلى الاماني ابعد تهاني واحلى الاماني حيدر حيدر لو لم يكن خير اهل الارض كلهم ما اختاره المصطفى اخا وآ لو لم يكن خير اهل الارض كلهم ما اختاره المصطفى اخا واخاه او لم يكن بصفات الله أو لم يكن بصفات الله متصفا لما دعاه فيه قول جمعت في صفا عندك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد زاهد حاكم حليم شجاع فتكم ناسكم فقير جواد شيم ما جمعت في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعذرونا من التقصير جزاكم الله خير الجزاء. يقولون الناس تتكلم عن باريس ولندن، وأنا قامرني السكوت. خايف أوصف النجف تدوخ الناس وتموت. دير وجهك للنجف من تبتلي، وصيح غيرك تدري ما عندي ولي. تاخذ مرادك ويعطيك الجواب من تصلي على النبي وتذكر علي. الله صل على آه. محمد. آه مح... محمد ما حد قال اعد ليش يا اخوان؟ احسنتم طيب الله انفاسكم ما عندنا وقت سماحه الشيخ الحبيب يلقي على مسامعكم كلمه فلنستقبله مصحوبا بالصلاه على محمد وال محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الاشياء قول ال محمد عليهم السلام فيما اسروا وما اعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد الله سلام. اللهم سلام. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم وجاحدي امامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين الى قيام يوم الدين امين الحمد لله على كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا وسيدنا إمام المتقين أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله الذي أشهدنا هذا العيد الأكبر والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام والحمد لله الذي جعلنا وإياكم ممن يتبرأ من أعدائهم ومن كل جاحد لهم كائنا من كان أما بعد، نست هذه الأمة بعد انقلاب سقيفة ساعدة وصية نبيها صلى الله عليه واله، وتناست بيعتها لولي العهد الشرعي، وجحدت ما جرى في يوم غدير خم. من تصدى لهذا الجحود من وقف امام هذا الارتداد نحن نعلم ان ثله من اصحاب رسول الله الابرار وقفوا موقفا مشرفا ورفضوا هذا الانقلاب وذكروا الامه ببيعتها يوم الغدير للوصي والإمام الشرعي ولكن قد يكون غائبا عن اذهان الكثير من المؤمنين فضلا عن عامه المسلمين ان اول من وقف وابرز من وقف واشجع من وقف في هذا الموقف بعد استشهاد النبي الاعظم صلى الله عليه واله ابرز واقوى واول من وقف دفاعا عن ولايه وامامه الخليفه الشرعي انما كان الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء صلوات الله عليها. نعم لم يكن المقداد وحده وحده ولم يكن سلمان وحده ولم يكن ابو ذر وحده ولم يكن خالد بن سعيد بن العاص وحده ولم يكن اولئك الرجال الابرار الذين تصدوا للطاغيه ابي بكر وحدهم انما سبقتهم الزهراء صلوات الله عليها التي دافعت عن ولايه بعلها امير المؤمنين علي وتصدت لهذه الامه الجاحده وذكرتها بما كان منها من بيعه في يوم الغدير وهذا الامر هذا الموقف لا نرويه نحن فحسب وانما يرويه مخالفونا كذلك قد تعجبون لهذه الروايه التي ساتلوها على مسامعكم لان سندها عجيب انها روايه الفواطن يرويها احد اعلام اهل الخلاف وهو محمد بن عمر المديني. هذا الرجل من ائمتهم الكبار يقول فيه الصفدي: الحافظ الكبير كان واسع الدائرة في معرفة الحديث وعلله وابوابه ورجاله ومتونه لم يكن في زمانه اعلم منه. ولا احفظ منه ولا اعلى اسنادا هذا الرجل الموصوف بالحافظ ووصفه المزي كذلك بالحافظ وقال فيه ابن كثير الحافظ الكبير احد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين وبلغ من مدائحهم لهذا الرجل الجليل عندهم ان قال فيه عبد الجليل بن محمد الاصبهاني انه كنز مخفي هذا الرجل فهو حجه على اهل الخلاف محمد بن عمر المديني له كتاب اسم هذا الكتاب وهو كتاب مطبوع موجود الان اسم هذا الكتاب نزهه الحفاظ مقسم على ابواب باب من تلك الابواب هذا عنوانه الروايه ست فواطم احداهن عن الاخرى هذا عنوان الباب روايه ست فواطم روايه ست فواطم احداهن عن الاخرى فاطمه تروي عن فاطمه من هن اولئك الفواطم رقم الحديث خمسه واربعين وسنده عجيب لان ممن وقع في سنده بعض ولد هارون العباسي تخيل وبعض موالي هارون فالسند اجنبي في صدره عن رجال الشيعه بل انه الى ان يصل الى اول الفاطميات اول الفواطم مروي عن رجالهم وعن ثقه ثبت عندهم هو بكر بن احمد البصري هذا الرجل الذي وصفوه بالوثاقه لنقرأ الرواية ولاحظوها. بسنده عن بكر بن أحمد البصري قال: حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا، فاطمة بنت الإمام الرضا، قالت: حدثتني فاطمة وزينب. وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر. أي حدثت فاطمة بنت الرضا عن فاطمة بنت موسى بن جعفر السيدة المعصومة صلوات الله عليها وحدثتها كذلك بنتان من بنات موسى بن جعفر عليهما السلام وهما زينب وأم كلثوم. قلنا حدثتنا فاطمه بنت جعفر بن محمد الصادق قالت حدثتني فاطمه بنت محمد بن علي قالت حدثتني فاطمه بنت علي بن الحسين قالت حدثتني فاطمه وسكينه بنتا الحسين بن علي عن ام كلثوم بنت فاطمه بنت رسول الله، عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه واله ورضي عنها قالت: انسيتم قول رسول الله صلى الله عليه واله يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ وقوله عليه السلام: انت مني بمنزله هارون من موسى عليهما السلام الى هنا تنتهي الروايه بهذا السند العجيب سند الفواطم من بنات رسول الله صلى الله عليه واله ويعلق على هذا صاحب نزهه الحفاظ محمد بن عمر المديني بقوله وهذا حديث مسلسل من وجه آخر وهو أن كل واحدة من الفواطم تروي عن عمة لها فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها إذن مثل هذه الرواية ماذا تكشف لنا؟ اولا ان فاطمه الزهراء عليها الصلاه والسلام اول من تصدت للانحراف الذي وقع بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه واله وما قولها انسيتم ما قال النبي في يوم الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه الا تذكيرا بتلك البيعه التي ارتدوا عنها والا لو كان المراد من قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه هو مجرد المحبة والنصرة على ما يزعم الجهلاء فما موقع التذكير من الزهراء ها هنا ولماذا تصفهم بالنسيان أنهم تناسوا نسوا أي جحدوا لا بد أن يكون المعنى هو الخلافة لأن هذا هو ما وقع بعد استشهاد رسول الله، النزاع الذي وقع بعد استشهاد رسول الله هو في شأن الخلافة لم يكن في شأن أن علياً محب لنا ونحن محب محبون له أم لا، لم يكن مثل هذا النزاع. إنما كان النزاع على ما يعرفه القاصي والداني كان نزاع الخلافة والزهراء عليه الصلاة والسلام حجتهم بحديثين معروفين بقولين للنبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا عند الزهراء نص في الخلاف والحديث الآخر هو قوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فهذا أيضاً نص في الخلافة فأول من تصدت هي الزهراء ثم كان هذا الأمر معروفاً في البيت الهاشمي العلوي عند رجالهم ونسائهم تناقلته الفواطم حديث الغدير فاطمه ترويه عن فاطمه الى ان يتصل الى فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم فكان معروفا عند اهل هذا البيت حقيقه ان عليا هو المولى بمعنى الاولى بالامر الاولى بالتصرف الامام الخليفه بلا فصل وهذه كما اسلفنا روايه المخالفين بهذا السند يرويها عالم وصف عندهم بالكنز المخفي ويرويه ايضا عن ثقه ثبت عن الفاطميات تساؤل مهم لماذا جحدوا الغدير ما الذي كان بينهم وبين علي بعض المخالفين المخدوعين يقولون لنا لو كان حقا ما تقولون لما وجدنا صحابة رسول الله على تعبيرهم واصطلاحهم يقصون عليا عن هذا المقام. لو كان حقا انهم قد بايعوه بالخلافة وولاية العهد يوم الغدير بأمر رسول الله لما اقصوه وولوا ابا بكر بن ابي قحافة انكم انما تسيئون الى اصحاب رسول الله وتصفونهم بانهم كانوا حاقدين على علي اذ اقصوه وهذه حقيقه او هذا امر مناف للحقيقه اصحاب رسول الله صحابه رسول الله عند القوم رحماء بينهم يقول ما اتوقع انا لا يمكن اصدق ان سيدنا ابا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا ابا عبيده بن الجراح واشباههم كانوا يحقدون على علي او يبغضون عليا. يقول مستحيل. لأن لازم قولكم انه الاولى بالخلافة وقد ظلموه واقصوه لازم هذا انهم كانوا لا يرتضونه اي هم يكرهونه وهم يبغضونه وهذا لا يصح. الجواب لو تدبر هؤلاء فيما يروونه لعرفوا انه يصح. نعم مشكلة علي انه كان المحقود عليه من قبل اصحاب رسول الله الا من عصم الله منهم من الابرار والصلحاء مشكلة علي انهم كانوا يكرهونه ويبغضونه مشكلة علي انه كانت في صدورهم ضغائن عليه هذه هي مشكلة علي وهذا المعنى اثبته رسول الله صلى الله عليه واله في رواياتهم هم ولكنهم لا يتدبرون هنالك رواية يرويها اهل الخلاف وممن أخرجها أبو يعلى في مسنده برقم خمسمائة وتسعة وخمسين بسند حسن وأخرجها أيضا الطبراني في المعجم الكبير ورقم الحديث هناك عشرة آلاف وتسعمائة وثلاثين اما ابو يعلى فيروي بسنده عن ابي عثمان النهدي وهو ثقة ثبت عن امير المؤمنين هذا الذي سنذكره واما الطبراني فيروي نحو ذلك ولكن بسنده عن ابن عباس ناخذ نحن روايه ابي يعلى عن ابي عثمان عن علي بن ابي طالب قال: بينما رسول الله صلى الله عليه واله اخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينه، اذ اتينا على حديقه فقلت يا رسول الله ما احسنها من حديقه! قال: لك في الجنة أحسن منها. ثم مررنا بأخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة. قال: لك في الجنة أحسن منها. حتى مررنا بسبع حدائق كل ذلك أقول: ما أحسنها ويقول صلى الله عليه واله لك في الجنة أحسن منها فلما خلا له الطريق، هنا إحنا, احنا شاهدنا ما تقدم معروف طبعا لأمير المؤمنين عليه السلام أحسن من تلك الحدائق وأحسن من الدنيا وما فيها شاهدنا احنا في هذا في ذيل الحديث، هنا التفت يقول فلما خلا له الطريق ماكو احد بعد حوله من ذول الحاقدين اعتنقني ثم اجهش باكيا هذا رسول الله يقول احتضني احتضن عليا واجهش باكيا قال قلت يا رسول الله ما يبكيك قال ضغائن في صدور اقوام لا يبدونها لك الا من بعدي. وفي لفظ الطبراني لا يبدونها لك الا حين يفقدوني. هذا الذي ابكى رسول الله. رسول الله عرفهم عرف ابا بكر وعمر واشباههما ان في قلوبهم في صدورهم ضغائن على علي بن ابي طالب وانهم يتحينون الفرصه فقط لان يذهب هذا النبي لان يستشهد هذا النبي حتى ينقضون على علي بن ابي طالب ويخرجون ضغائنهم ضغائن في صدور اقوام لا يبدونها لك الا من بعدي لانه في حياتي ما يتنفسون انا واقف سد امامهم ولكن من بعدي يبدونها لك قال امير المؤمنين عليه السلام قلت يا رسول الله في سلامه من ديني حين يبدون تلك الضغائن قال في سلامة من دينك، أنت على الحق ودينك سليم. أولئك الذين دينهم لا دين لهم أصلاً. لا سلامة لدينهم. إذا هذه هي الحقيقة. لماذا نكذب؟ لماذا نكذب؟ لماذا ننكر؟ لماذا نجحد هذه هي الحقيقه الحقيقه هي هذه ان هؤلاء القوم كانوا يبغضون عليا ومع هذا البغض مع هذه الضغائن انا تصور انهم يسمحون له بتبوء الخلافه تلقائيا لا يسمح ان كان المخالف يزعم ان هذا لا يتصور في حق اصحاب رسول الله ما كان في قلوبهم غل للذين امنوا هذا مستحيل لان المخالف مع الاسف بسبب التلقين الذي يلقن به عبر القرون والعقود يجعل اصحاب رسول الله كالملائكه ليس في قلوبهم غل ليس في صدورهم ضغائن لا يتصور هذا في شانهم ابدا فيقول لا هؤلاء كانوا دائما متراحمين متوادين رحماء بينهم فلا نتصور هذا في حقهم هذه اساءه للصحابه على تعبيره نقول لا هذا ايضا ثابت. هم يشهدون بانهم كانوا لا يستطيعون ولا يطيقون ان يخرجوا الضغائن والغل من قلوبهم وصدورهم. هم يشهدون يقولون احنا فينا هاي الصفه هاي الخصله السيئه موجوده فينا. وشاهدنا على ذلك حديث صحيح يرويه النسائي في سننه برقم عشره الاف ومئتين وسبعه وعشرين بسنده عن الزهري عن انس بن مالك قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يقول فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه معلق عليه في يده الشمال واحد من الأنصار حسب روايتهم كان من أهل الجنة هذا وهكذا طلع عليهم فلما كان من الغد اليوم التالي قال رسول الله صلى الله عليه واله يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الاولى. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه واله يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الاولى، ثلاثه ايام النبي قبل ما هذا يجي يقول هذا ترى اللي راح يجيكم يطلع عليكم هذا من اهل الجنه هذا. فذولا تعجبوا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص تعرفون عمرو بن العاص هذا ابنه وابن في مقاييس المخالفين عبد الله بن عمرو أجل من أبيه يعتبرون ابن أحد العبادلة الأبرار الاتقياء اكثر تقوى من ابيه يعتبروا هذا عبد الله بن عمر وللعلم هذا عبد الله بن عمر احد الخبثاء المتصنعين للتقوى والورع والعباده والعلم وكان تلميذا لكعب الاحبار اليهودي وكان قناه من قنوات بث الاسرائيليات في التراث الاسلامي هذا كثير من الاسرائيليات كلها مرويه عن هذا. حدثه بها كعب الاحبار وهذا لما يحدث بها ينسبها الى رسول الله صلى الله عليه واله، تصير حديث شريف. اسرائيليات. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص قال انا لازم اروح اشوف هذا اللي من اهل الجنه، منو هذا؟ شنو هذا الرجل الانصاري؟ أشوف ما هي صفاته بماذا استحق ثلاث شهادات متواليات من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من أهل الجنة خلي أروح أشوف هذا شلون وضعه يقول رحت تبعته. فقال راح قال لذلك الرجل الأنصاري إني لا حيت أبي تلاغيت وياه صارت بيني وبين والدي مشاكل فاقسمت ان ادخل عليه ثلاث ليال فان رايت ان تؤويني اليك حتى تحل يميني فعلت. هو راد يروح يشوف هذا الرجل اللي من اهل الجنه شنو صفته فيريد يروح يبات عنده بالليل يريد يستضيفه فراح اختلق له سببا قال انا تلاغيت يا والدي وأقسمت على أنه أنا ما أكلمه ولا أدخل عليه ثلاث ليال أنت استضيفني عندك بهالثلاث طبعا كذب هذا مو صحيح هسه هو راح يعترف وهي من عدالة الصحابة طبعا أنه يكذبون هكذا يعني طبيعي ومغفور لهم رضي الله عنهم وأرضاه يقول إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني فعلت فقال نعم أهلا وسهلا تفضل فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل بشيء يقول النبي يقول عنا ثلاث مرات هذا من أهل الجنة أنا أتصور هذا يحيي الليل مثلا يقوم الليل يصلي صلاة الليل يقرأ القران يتهجد يتضرع ما شفته شفته طول الليل نايم طبيعي بس اللهم يقوم قبل صلاه الفجر يقوم يصلي فلم يره يقوم من الليل بشيء غير انه اذا انقلب على فراشه ذكر الله قام من النوم انقلب يعني عن فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاه الفجر فيسبغ الوضوء وفقط هذا هو ماكو شيء اخر إذا بماذا استحق هذا الرجل هذه المزيه؟ قال عبد الله غير اني لا اسمعه يقول الا خيرا، شفت لسانه نظيف ما يسب، ما يشتم، ما يستغيب، ما يغتاب فقط يقول خير يقول خيرا فقط. فلما مضت الثلاث ليال كدت احتقر عمله. انه هذا مو عمل مو شيء يعني هذا ليش مستحق الشهاده بالجنه قلت يا عبد الله انه لم يكن بيني وب... وبين والدي غضب ولا هجره يقول ما كان ترى اكو شيء بيني وبين والدي انا كذبت عليك هذا حتى المخالف شنو هذا سنده صحيح ها؟ هذا الحديث سند صحيح العداله تجتمع مع الكذب لا تجتمعوا مع الكذب هذا اعتراف من عبد الله بن عمرو بن العاص مو من والده بعد من عبد الله بن عمرو العاص اللي كلش يجلوه هذا يقول بصريح العبارة أنا كذبت على ذلك الرجل كذبت قلت له أنه أنا بيني وبين والدي مشكلة وأقسمت على أنه ما راح أدخل على والدي ثلاث ليالي أنت خليني عندك والآن من يعترف أمامي يقول له لا ترى ما كان أكون مشكلة بيني وبين والدي أنا بس هالشكل كذبت كذبة حتى أنت تستضيفني بالبيت يا عبد الله انه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجره ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه فطلعت انت تلك الثلاث مرات فاردت آوي اليك فانظر عملك ردت اجي يمك اشوف شنو تعمل انت حتى استحققت هذه الجنه فلم ارك تعمل كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه واله شنو اللي وصلك الى هذه المرتبه الى هذه الطب الى هذا الشرف انه النبي يشهد لك بالجنه قال ما هو الا ما رايت يقول ما عندي شيء انا هو هذا اللي انت انا حياتي هاي يعني دا ادي اللهم بس الفريضه دا ادي ما عندي شيء اخر كأعمال عباديه ما عندي يقول فانصرفت عنه قمت شلت بعضي قمت من يمه فلما وليت دعاني ابتعدت عنه صاح لي قال لي تعال فقال ما هو إلا ما رأيت، ما عندي أعمال عبادية غير الفرائض التي أنا أؤديها فقط، غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه، يقول ما عندي، حسد ما عندي، غل ما عندي فقال عبد الله بن عامر هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. قال هذا هو. النبي شهد لك بالجنه لانه انت مو مثلنا. احنا في قلوبنا غل. في صدورنا ضغائن. احنا نحسد، نحقد. لا نطيق. اما انت ما عندك هذه التي بلغت بك يعني هذه الخصله هذه الصفه التي بلغت بك الى ان يشهد لك رسول الله بالجنه ثلاث مرات وهي التي لا نطيق يعني شنو يعني يعترف اعتراف صريح من عبد الله بن عمرو بن العاص ان الاصحاب اصحاب رسول الله كان في قلوبهم غل فليش تستبعد انه يبغضون عليا يكون في قلوبهم غل تجاه عليا لماذا تستبعد؟ هذا اعترافه هكذا هم يعترفون ويقول وهذه التي لا نطيق احنا ما نتحمل انه نشيل الغل من قلوبنا ما نتحمل نعم اصحاب رسول الله كثير منهم بل اكثرهم كانوا يبغضون عليا وكانوا يسبون عليا وهذا مو انا اللي اقوله هذا يعترف به كبار اعلامهم هذا امر مسلم ترى الان هذول اللي طالعين راسمين لنا صوره ورديه حالمه ملائكيه عن ذلك المجتمع هؤلاء هم الواهمون اجيب لك تصريح لابن تيميه وذكرته لك من ذي قبل في كتابه منهاج السنه المجلد السابع الصفحه 137 حينما يقارن بين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي صلوات الله عليه. واين الثرى من الثريا طبعا. بس العقل المعوج هكذا يسوي مقارنات. فمن جمله مقارناته يريد يقول يعني ابو بكر وعمر وعثمان افضل من علي انه يقول ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يحبونهم الصحابه اما علي لا. فماذا يقول؟ يقول: ولم يكن كذلك علي فان كثيرا من الصحابه والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. هذا اعتراف من ابن تيميه. اين عداله الصحابه؟ عداله تجتمع مع الكذب. اية عدالة هذه؟ أين تجدها؟ لا تجدها حتى في المريخ. عدالة تجتمع مع السب وسب من؟ أخو رسول الله بل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. أية عدالة هذه؟ عما تتحدثون؟ إلى متى تبقون في مثل هذا الجهل؟ إلى متى؟ الى متى تساوون بين الخير والشرير بين الصالح والطالح الى متى هذا الامام هذا الامير هذا الخليفه الشرعي علي بن ابي طالب نعم كان مبغوضا عندهم كان مسبوبا عندهم كان محاربا عندهم كان في صدورهم ضغائن عليه كان في قلوبهم غل له هذا هو الواقع ابن تيميه يشهد بذلك رسول الله انبأ بهذا من قبل من قبل ابن تيميه بقرون وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقر بانهم لا يطيقون اخراج الغل من قلوبهم فلماذا تستبعد إذن أن يجحد الغدير لماذا تقول لو كان للغدير واقع لو كانت الغدير حقيقة واقعة وأنهم بايعوا عليا لما أقصوه من بعد وولوا ابن أبي قحافة لا هذا أمر طبيعي أمر طبيعي جدا أن يجحدوا الغدير ولما جاءوا كما حدثنا التاريخ ونقلته لكم مرارا من ذي قبل لما جاءوا إلى عمر بن الخطاب بعد سقيفة بني ساعدة وما جرى فيها واكتشف بعض الصلحاء أن مؤامرة قد وقعت وأن غير الرجل الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله قد أضحى هو الحاكم هو الخليفة قالوا لعمر بن الخطاب: اليس قد عهد الينا رسول الله في علي يوم غدير خم؟ وبايعناه على ذلك فماذا اجاب عمر؟ بماذا اجاب؟ اقرا التاريخ. قال عمر: نعم ولكن الامر يحدث بعده الامر. يعني صار اكو تجديد صار نسخ نسخ للحكم السابق صار اكو حكم جديد من الناسخ من الذي نسخ الحكم عمر بن الخطاب مو رسول الله نسخ مو الله نسخ عمر بن الخطاب نسخ وعلى اساس انت تنسخ نقلت لكم اكثر من مره انه عمر كان يعتبر نفسه شريكا في النبوه يعني هكذا شريكا في النبوه تذكرون هذا الشاهد التاريخي اللي جبت لكم إياه أنه ذات مرة واحد إجا وانطى كتاب رسول الله بختمه في توليته فعمر قام ومزق هذا الكتاب وداسه برجليه وقال ما هو إلا ملك قد انصرف مو مهم عنده يجوني يعترضون عليه يقولوا له انت لما حرمت المتعتين متعة الحج ومتعة النساء؟ يقول مو مشكلة انا زميله محمد انا وياه اثنيناتنا سوا كنا بالمدرسة بالكولج كنا سوا يعني ماكو مشكلة. احنا يعني انا اقدر انسخ، اغير في الشريعة، ابدل في الشريعة، العب كما اشاء يعني. هالشكل كان يتعامل مع دين الله ومع رسول الله صلى الله عليه واله. ولذلك صدق ائمتنا عليهم الصلاه والسلام لما قالوا هما والله اي ابو بكر وعمر هما والله هودا ونصرا ومجسا يعني شنو؟ يعني اقحموا التعاليم اليهوديه في الاسلام اقحموا التعاليم النصرانيه في الاسلام اقحموا التعاليم المجوسيه في الاسلام وها انتم ترونهم اليوم يصلون صلاه المجوس بالتكفير اي صلاه المجوس هذه التكفير المجوس هكذا كانوا يصلون للنار وهكذا كانوا يقفون امام الاكاسره لا يستبعد اذن من الجانب العلمي نتحدث لا يستبعد ما احدثوه ولا يستبعد ما جحدوه مما جرى في يوم غديركم ما هو الواجب علينا نحن الان امه الاسلام؟ وهذا نداء لكل مسلم. كل مسلم، انا مو حديثي مع الشيعه. انا كلامي مع كل مسلم. ما هو واجبك؟ ألا تكون والعياذ بالله وريثا لاولئك الجاحدين، ماشي على نفس خطهم في الجحود والانكار. والعداوه لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام لا تكونن من اولئك الذين خاطبتهم الزهراء بضعه رسول الله قائله انسيتم ما قال النبي في يوم الغدير هذا يوم هذا اليوم المبارك يوم عيد الغدير الاغر فرصة لكل مسلم لأن يعود إلى الحق ولأن يقول سمعا وطاعة يا رسول الله، قلت إن عليا مولانا فأنا أقر لك وأشهد بأن عليا هو مولاي وأن عليا هو الإمام أبايعه وأبايع الخلفاء الشرعيين الأوصياء الطاهرين المرضيين وآخرهم حجة الله على خلقه المهدي بن الحسن لا يجرنك ايها المسلم دعاة السوء ومشايخ الضلال الذين يريدون ابعادك عن علي. يريدون منك ان تجحد ما جاء من نصوص قاطعة في حق علي. بس شأنهم وياك انهم يقولون لك لا هذا مو ثابت. هذا مو صحيح. هذا مو هذا معناه. لف ودوران اللعب. حتى تستمر الخديعة. جيب لنا النصوص المتواترة، النصوص المستفيضة، واضحة الدلالة. يأول ويلف ويدور لا يريد لهذه الأمة أن تعود إلى مشكات النبوة، إلى أهل بيت الرسالة. يريد أن يبقى هذه الأمة على اتباع أئمة الجور الذين انقلبوا على رسول الله. صلى الله عليه واله. انا هنا في ختام كلامي اضرب مثال واحد فقط. سائلا المولى تبارك وتعالى ان ينير مخالفينا وان يبصرهم بالحق وان يعرفوا كذب مشايخ الضلاله ودعاة السوء هؤلاء. احنا عاده في مثل هذه الأيام المباركة حين نستذكر عيد الغدير نذكر الآيات التي نزلت في الغدير في شأن الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذه الآية نزلت كما تعرفونه ويعرفه كثير من الناس نزلت في شأن ولاية علي صلوات الله عليه. الله أمر نبيه بأن يبلغ أن يبلغ ولاية علي عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأتي بهذه الآيات تقدمها للمخالف أملا بأن يعود معك إلى أهل البيت أن يبايع أهل البيت، يشايع أهل البيت فتجد هذا المسكين يرجع إلى دعاة السوء ومشايخ الضلالة فيقولون له لا لا هذا لم يصح سنده ما صح السند أنه هذه الآية نزلت في هذا الشأن ما صح هذا يلعبون لعبة ماذا؟ لعبة الأسناد أو الأسانيد يعني جمع السند لعبة هذه لعبة العاجزين هذه للعلم لماذا يلعبون هذه اللعبة؟ لأنهم ورثة أولئك الجاحدين من يوم السقيفة من ذاك اليوم جحدوا عليا وجحدوا الغدير فهؤلاء ورثتهم هؤلاء البقايا من تبقى من أولئك الجاحدين أنت أيها المؤمن الذي حباك الله عز وجل بهذه النعمة عليك بأن تكون متسلحا بالعلم الجاوبة تقول له لا صح السند أنا أجيب لك سند صحيح من كتبكم أجيب سند صحيح صححه علماؤكم في أن هذه الآية نزلت في علي وولاية علي في يوم الغدير اتسلحوا بهذه الأمور سجلوا هذه الأمور خليها دائما معك احفظها حتى تقدر تنشر هذا النور تقوم بدورك هذا فقط نموذج احنا نذكره ارجع الى تفسير السيوطي الدر المنثور إمامهم السيوطي المعروف يقول هناك في تفسير الآية المباركة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذه الآية من سورة المائدة يقول: أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. صلوات الله تشك في صحة هذا الحديث في صحة هذا النقل عن أبي سعيد الخدري لا لماذا هنا دقق السيوطي قال أخرج هذا الحديث أو هذا الأثر ثلاثة ابن أبي حاتم ابن مردويه وابن عساكر احنا ناخذ الأول فقط الأول أخرج هذا الحديث أين أو هذا الأثر في تفسيره تفسير ابن أبي حاتم أولا من هو ابن أبي حاتم هذا هذا واحد من أجلاء عظماء أهل الخلاف معروف كلهم يطبقون على وثاقته وجلالته وإمامته وفقهه وعلمه إلى ما هنالك هذا عند تفسير في هذا التفسير أخرج هذا الأثر برقم ستة آلاف وستمائة وتسعة وقد التزم هذا الرجل في تفسيره بأن لا يخرج إلا ما صح بل أن لا يخرج إلا ما هو أصح هكذا هو التزم هذا ما قاله صراحة بالنص في مقدمة تفسيره تقرأ في أول مجلد في الصفحة أربعة عشر يقول سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد بأصح الأسانيد إذا ما كان يخرج ماذا؟ الروايات الضعيفة الروايات الموضوعة لا لا الروايات الصحيحة يقول أنا ملتزم بها إلى أن يقول فاجبتهم الى ملتمسهم وبالله التوفيق واياه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا واشبهها متنا. هذا صريح. الرجل بصراحه يقول ما في كتابي صحيح بل هو الاصح. وهذه رواية جاءت في كتابه في تفسيره حتى تتأكد أكثر نص على هذا السيوط أيضا في كتابه الآخر اللآلئ المصنوعة في المجلد الأول الصفحة, الصفحة 12 يقول عن تفسير ابن أبي حاتم يقول قد التزم أن يخرج فيه أصح ما ورد ولم يخرج فيه حديثا موضوعا البته يعني بتاتا ما اخرج حديثا موضوعا. وايضا يشهد بهذا بان ما اخرجه ابن ابي حاتم صحيح ابن تيميه الحراني وهذا كبيرهم الذي علمهم النصب والعداوه لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام. يقول ابن تيميه في منهاج السنه في المجلد السابع الصفحة ثلاثة عشر حول تفسير ابن أبي حاتم يتحدث وعن شخصية ابن أبي حاتم يقول من المفسرين الكبار الذين لا يروون الموضوعات ما يروي موضوعات هذا حتى لا تقول لا هاي رواية موضوعة ترى وضعها الرافضة لا لا مو هالشكل وأقر بهذه الحقيقة أيضاً الالباني امام السنه في عصرنا هذا عندهم الالباني عندهم معروف يقول الالباني في كتابه تخريج كتاب المصطلحات الاربعه في القران للمودود في الصفحه الثامنه عشره يقول ان ممن اخرج الحديث ابن ابي حاتم في تفسيره وهو يتحرى فيه اصح الاخبار بأصح الاسانيد هذه كلها كلها شهادات علمائكم وعلماء هذا الفن في ان ابن ابي حاتم تفسيره ماذا؟ معتمد اخباره هي الاصح هي الاقوى وهذا الخبر قد جاء واضحا جليا عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب فلما الجحود لما الإنكار يا أمة الإسلام توبي إلى الله وعودي إلى علي كافي بعد جحود كافي انكار لامامه هذا الامام المظلوم الذي حقد عليه كافي شأن الغدير كالشمس واضحه في رابعه النهار لا يمكن لاحد ان ينكر الغدير ولا ان ينكر دلاله الغدير ولا ان ينكر من توج في الغدير اماما لهذه الامه اما اذ اعرضتم فأنتم والعياذ بالله سائرون إلى النار وإلى غضب الله فتوبوا إلى الله وعودوا إلى هذا الإمام إلى عترة نبيكم صلى الله عليه وآله تفوزون بخير الدنيا والآخرة هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين دين الاله اكتمل دين الاله اكتمل وبعلي تم نصبه جبريل جاب الامر رب العرش نصبه خلي يسمع اللي رفض حيدر علي وناصبه بس انت يا ابا الحسن قران باسمك ورد والخالفك سيدي زقوم منها ورد بس شيعة المرتضى عدها جواب ورد بالحشر يا حيدرة لشفاعتك نصبة رحم الله عليك صلوات إيه؟ سنت, سنت. يا المهدي طال الوصل يا المهدي طال الوصل ثارك لمن هامله شيعتك فتها البعد من هالمقل هامله عقل المحب سيدي من غابتك هامله شيعتكم بكل وقت عنك يا غايب تسل وعيونها على الدرب بس المدامع تسل يا ساعة يا ابن الحسن من غمدة سيفك تسئل وترتفع ذاك الوقت كل من رفض هاملة الله <applause> الله لجلك يا علي لجلك يا علي ربنا خلق هالكون ولجلك بنا سبعة ووسع جنانه جعل بيها كواكب والنجم يسرون باسمك تنتخي وتسبح بشان قمر قمر ويا الشمس يتخالفن يضوون من ضيك يا حيدر نور هنجانة قبل تكوين آدم حفنة من نقرون اسمك للعرش يا أبو الحسن زانة يا سفينة نوح يا هارون بيك آدم تنخى يمحي عصيانه يمسير سفينة نوح يا هارون بيك آدم تنخى يمحي عصيانه من الحوت نادى يا علي ذنون نجيته وكشفت همومه واحزانه يوم الطاح موسى بقبضة الفرعون لملمت الحياة وصرت ثعبانة جزع من الصبر أيوب نادى العون لبيت النداء وشفى من يل خلصت يوسف من اللي كيدون سويت العزيز استلم لخزانة يعقوب النبي من النوح طف عيون من شم ريحتك فتحت أجفانه <applause> يا محمد يعقوب النبي من النوح طف عيون من شم ريحتك فتحت اجفانه البراق من اعتلوا وبالسما شق بطون من قوتك تعلب خفق جنحانه حمامه على الكهف حمامه على الكهف ظللت لي حقدون بخيوطك نسجت البيت وركانه تدري شتلة المختار يتحامون ما قلبك رجف ينمت بمشانه يا سر الإله بالعرش مكنون وصانا محمد بيك وصانا يا سر الإله بالعرش مكنون وصانا محمد بيك وصانا قال بضربتك ذليت لي ظلمون يم جند العمر ومذر فرسانه مرحب من سمع باسمك رجع مطعون يدرب ضربتك ينهدم بنيانه خيبر من فقارك رجف بث جدون هد حصنه وتكوّم شلع بيبانه يم خوف الزلم يا هبة ليحشون حبك بالقلب وجرت نيرانه يا مخوف الزلم يا هيبه يحجون حبك بالقلب وجرت نيرانه الناس بكعبه الجبار من يسعون يطوفون على مهدك فرض ويانا يسمون روافض يسمون رفافض خلهم يغارون ما عدهم علينا الباع دنيانا يدرون على حبك كل عبد مرهون ويدرون الموالي انت عنوانا خلوا كم حديث مزور يردون عن نهجك نحيد ويخطي مشانا خل كل النواصب يا علي سمعون من عوفك ابد ترخط لك دمانه من عوفك ابد ترخط لك دمانه الناس بكعبة الجبار الناس بكعبة الجبار من يسعون يطوفون على مهدك فرض ويانا يسمون روافض خلهم يغارون ما عدهم علينا الباع دنيانا يدرون على حبك كل عبد مرهون ويدرون الموالي انت عنوانه خلوا كم حديث مزور ويردون عن نهجك نحيد ويخطي مشانه خل كل النواصب يا علي سمعون منعوفك ابد ترخص لك ادمانه اخاطب اخاطب للنصب حقد على ال البيت أخاطب للنصب حقد على آل البيت اقعد لا تهلوس افهم تبصر ذابحنا الصحابة قالوا ويحجون ياهل بالحرب منهم ثبت ما فر كل مكان قاعد تمدح الثاني ولك يث ولد شوفش خرب ودمر شلون تفاضل الدر بتراب وطين شلون تفاضل الدر بتراب وطين عجيبه يا هالعقل يا ساعه يتنور اذا عندك عمر عندي علي الكرار اذا عندك عمر عندي علي الكرار معروف الصمد بكل شدد يحضر اذكرك عن احد ياهو الثبت ما خاف وياهو خلى بسيفه وياهو خلى بسيفه وياهو بسيفه خلى الروس تطاير فرسان الحرب لاويها داح الباب من عزم الكتايب كلها تتقنطر عن وجه النبي ياهو كشف الحروب كل شدة ينادي المصطفى حيدر ادفع عن نياب الحسن هاي القوم اجذيك الكتيبة يا علي تحذر وابو الحسنين راكب فوق صدر الموت وابو الحسنين راكب فوق صدر الموت ميها ما يهاب الحشود اش غدت تكثر من سيف الكفر كلها تصيح الغوث ما تذكر بخيبر مرحبا من انطر وياه اللي قلع بجفوفه ذيك الباب خلاها ابو الحمله للخلق معبر بالخندق ينادي الهادي يا اصحاب من هو يبارز العامر وما يخسر كلها من الخطر ترجف خذاها الخوف بس المرتضى نادى انا تصدر ما شفنا التلقى بزور بالصديق ما شفنا التلقى بزور بالصديق لا نعثل لا طلحه ولا حبتر وخبرك وين كان ابو احد ابن صهاك وخبرك وين كان ابو احد ابن صهاك حط ثوبه وشلع وشلعها أغبر أظنك ما نسيت إيش سوى ابن العاص أظنك ما نسيت إيش سوى ابن العاص من صار بوجه حيدر صفا محير بالحوم ركض حث فوق الراس لحد اليوم كاشف عورته ويفتر لحد اليوم كاشف عورته ويفتر صار صار بالخنة بالخنة ما شفنا التلقى بزور بالصديق لا نعثل ولا لا لا نعثل لا طلحة ولا حبتر وخبرك وين كان بأحد ابن اسحاق حثوبه بسنانه وشلع هل اغبر اظنك ما نسيت تسوى ابن العاص من صار بوجه حيدر صفم حير بالحوم ركض حثوبه فوق الراس حد اليوم كاشف عورته ويفتر حد اليوم كاشف عورته ويفتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عذرونا من التقصير اليوم لك يا سيدي أشكي وأقول اسمعني <applause> حبيبي اليوم لك يا سيدي أشكي وأقول يصير جامل وانسى نهجك والاصول جئت لك مولاي امير المؤمنين جئت لك مولاي امير المؤمنين اشتكي لك من ملام اللايمين والسبب لعن الطغاة الظالمين الجافا وظلمة واذوا للبتول يا علي بهاليوم لك انشد يصير يا علي يا علي بهاليوم لك انشد يصير أسكت على السلب حقك يا الأمير يصير جامل من نكر عهد الغدير وامدح الجافاك يا فحل الفحول اللوم, اللوم مثل السيف يجرح من يفوت وطبعي ما معتاد على الظالم سكون هل عن الظلام انا لحد ما اموت هل عن الظلام انا لحد ما اموت وللنواصب ابد ما اصبح ذلول الخجل في موقع كلام الحق حرام حرام الخجل في موقع كلام الحق حرام وانما ما العنهم الاهل الملام بس قلهم لو ظهر اخر امام بس لو ظهر اخر امام عند منهم يا عذور يلقى القبول صلوات لو ساس بيتك مجد ما ينهدم لو عمر لو عمر لو ساس بيتك مجد ما ينهدم لو عمر مرة تعز لو تذل يكفي دهر لو عمر تدر الفخر للزراع مو بس حصد لو عمر تدري الفخر للزرع مو بس حصد لو عمار وياك هذا الحكي ما يخص ديرة وحي ناشد ضميرك لو ان ما مات بعده وحي بوحدة ريدا تردعو في الحديث وحي وك أمك البيك طلقت ندبة علي لو عمر صلوات الله يبارك بيك لو ساس بيتك مجد لو ساس بيتك مجد ما ينهدم لو عمر مرة تعز لو تذل يكفي دهر لو عمر تدر الفخر للزراع تدر الفخر للزراع مو بس حصد لو عمر وياك هذا الحكي ما يخص ديره وحي وياك وياك هذا الحكي ما يخص ديره وحي ناشد ضميرك لون ما مات بعده وحي بوحده أريد أن ترد عوف الحديث وحي وك أمك البيك طلقت ندبت علي لو عمر أمك البيك طلقت ندبت علي لو عمر صلوات صلوات علوية بأعلى الأصوات على بغضي عمر بن الخطاب بأعلى منها الله الله يبارك بكم اخواني الله يبارك بكم تجاوبني جواء الفرحان بعيد الغدير شلون يكون جوابك يا سيدي اصبحت لي اميري في خطبه الغدير أصبحت لي أميري في خطبة الغدير أصبحت لي أميري يا سيدي أصبحت لي أميري يا سيدي أصبحت لي في خطبة الغدير أصبحت لأميري في خطبة الغاديري أصبحت لأميري يا سيدي عص... أص... نزلت الآية الكريمة نزلت الآية الكريمة تقل بلغ يا نبينا نزلت الآية الكريمة تقل بلغ يا نبينا وبالغدير الناس وقفت بين مكة والمدينة ولن أبو الزهراء يرفع تشفك اليسرى بيمينه وأعلن الأمر الإلهي وأمرك ربك علينا وأمرك ربك علينا أنا رالي ضميري في خطبة الغادر أنا رالي ضميري في خطبة الغادر يا سيدي أصبحت لي ما شاء الله يا سيدي بعد يا سيدي يا سيدي أصبحت لي أميري يا سيدي بلغ الهادي الرسالة ونختم دين الله بها وبلغ الحاضر الغايب وبلغ الحاضر الغايب وعاهدت كلها النبي وأمة الهادي محمد وامة الهادي محمد أصبحت أنت وليها وباركوا لك بالخلافة وبايعوا كل كل عليها وبايعوا كل كل عليها وصيات القدير في خطبة الغدير وصيات القدير في خطبة الغدير شنو يا سيدي اصبحت لي يلا نشامة يا سيدي أصبحت لي. اذا تحب الامير لا تسكت يا سيدي ها كل كل بارك الله يا سيدي الباري رادع على الولايه بايع كل الخليقه الباري رادع على الولاية بايع كل الخليقة وبالغدير الهادي بين واعلن الهاي الحقيقة واللي يريد الجنة لابد يا علي يعرف طريقه يبايعك والبار يشهد من يوقع للوثيقة من يوقع للوثيقة وثيقة الموجيري في خطبات الغاديري وثيقة الموجيري في خطبات ال... يا سيدي البار يدري وطه يدري البار يدري وطاها يدري أنت مفتاح الشريعة ولو أن ما طيعك أميري غيرك لمن راح اطيعه البار يدري وطه يدري انت مفتاح الشريعة ولو ان ما اميري غير كل من راح اطيع انا بايعتك يا حدار أنا بايعتك يا حيدر والعهد هيهات بيعة وإحنا غصبا عن نواصب نبقى حد الموت شيعه نبقى حد الموت شيعه راضيت من مصيري في خطبات الغاديري راضيت من مصيري في خطبات الغادر يا سيد أصبحت لي أميري يا سيدي أغات إلى الشاعر المبدع خادم أمير المؤمنين نجم الصراف الكاظمي واللي يشوف حبك يا علي واللي يريد يشوف حبك لابد يغوص بدمائي لان لان دم اللي يجري باسمك اعلن انتمائي والذي يدور هويتي والمنخ لصلب بوفائي راح قل انا شيعي والعلي ثابت ولائي والعلي ثابت ولائي موضح مسيري في خطبه الغديري موضح مسيري في خطبه الغديري الك 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 يا سي اي اي نشامة ها يا سيدي أصبحت لي أميري يا سيدي أصبحت لي أميري يا لايم يا لايم بحب علي أعمل قلب والبصر. يا لايم بحب علي أعمى القلب والبصر والما يحب العلي نطفة حرام وشرر هذا الأمير الذي ولاه رب البشار هذا الوصي حيدر الكرار فارس مضار وردا شد اللايم لو عند ذرة نظر خل ينظر المن نزل وحي الله والمن صدر مو قال طه مو قال طه علي عادل جميع السور قرآن ناطق علي والما يحب كفار وبيسر عجيب وخفي ما حد يفسره قدار وحد الذي تندب كل الرسل بالخطر ويردوني ما بايعه ويردوني ما بايعه بعيد الغدير الاغار والما يبايع عليه والما يبايع على النار لا مستقر ملعون بالآخرة وبالدنيا لعنة كثار والمال عنهم أبد ما يفيد مهما اعتذر وحتما حسابه صعوب من يظهر المنتظر ولهذا أنا لعنة عيشة وأبوها وعمار صلوات ولهذا انا العنت عيشه وابوها وعمار بعد الصلوات الله يبارك بك بس تجاوبني لا فتى الا علي لا فتى الا علي يهتف كل موالي لا لا اسمعني خل اقرا لك يهتف كل موالي وجبريل بالمعالي يهتف كل وجبريل بالمعالي لا فتى الا علي لا فتى الا علي لا فتى الا علي يا كرار لا فتى الا علي لا فتى الا علي لا فتى الا علي يا كرار لا فتى الا علي لا فتى الا علي لا فتى الا علي إلك لا فتى الا علي لا علي لا فتى علي لا علي لا الا علي ايب حب وفائي ارفع ندائي واعلن ولائي واعلن ولائي واهتف يا كرار واهتف واهتف يا كرار واهتف اللي بطريقة النهج الحقيقة بيان الخليقة بيان الخليقة غيرك ما يختار غيرك <applause> يا الوجه الكل البراية وعهد الولاية عهد الولاية منهج للأنوار منهج بنص الوحي المنزلي لا فتى الا علي لا فتى الا علي يا كرار لا فتى الا علي لا فتى الا بعد بعد احكي عليك الامير لا فتى الا علي لا فتى الا أيه الليالة تساعدني ليلة سعدنا مولانا ردنا نجدد عهدنا نجدد عهدنا بالمهجة والعين بالمه بشدة قبرنا وساعة حشرنا أحبك ذخرنا أحبك ذخرنا حيدر يا أبو حسين حيدر يا أبو حسين ايه وضحوها الينا ربنا ونبينا انت ولينا انت ولينا يا يا لِيلْبِه ويناديك المبتلي لا فتى الا علي لا فتى الا علي يا كرار لا فتى الا علي لا فتى الا علي لا لا فتى الا علي يا كرار لا فتى الا علي لا فتى الا علي لا فتى الا well يا كرار لا فتى الا علي لا فتى الا علي لا فتى الا علي بعد لا فتى الا علي لا فتى الا علي يا كرار والسلام عليكم ورحمه الله